لنا فترة عايشين بالبلد في هم واحد ما في غيره، المحكمة الخاصة والقرار الضمني. وإذا غيرنا شوي بصير في عندنا سلاح حزب الله والحوار حول سلاح حزب الله. أما القضايا الأساسية اللي بتهم الناس وتحديدا الوضع الاقتصادي الاجتماعي فغايب تماما، ما حدا سألان. والأهم منه هو قانون الانتخابات، يعني وعدتنا الحكومة بأن خلال أشهر ستدرس قانون جديد للانتخابات وتحطه على نار حامية حتى يبصر النور بعد شهر أو شهرين أو أكثر شوي أو أقل شوي. طبعا واللبنانيين بينتظروا قانون انتخابات جديد، لأن كلياتنا بنعرف إنه قانون الانتخابات هو مدخل التغيير للحياة السياسية، وكلنا بنعرف إنه الحياة السياسية بهذا البلد مضروبة أو مريضة، فبالتالي لابد من سكة معينة حتى تنقلنا من محل إلى آخر، وبعتقد هذه السكة هي قانون الانتخابات. المهم اللبنانيين بيمنوا نفسهم أن يكون هناك انتخابات على أساس النسبية اللي بتعطي لكل مجموعة لبنانية الحق بأن تشارك بالقرار وصنع القرار، وأن يكون للشباب اللي فوق 18 الحق مثل ما بيدافعوا عن الوطن بيروحوا بيحملوا سلاح للدفاع والانتماء إن للجيش أو للمقاومة، إنه كمان يكون لهم حق اختيار مين بيمثلهم. طبعا الحكي كتير عن هالموضوع، لكن أغلب الظن إنه آمال اللبنانيين رح تخيب. أولا يمكن هذه الحكومة نفسها ما ترى النور، يمكن حتى لو رأت النور بعتقد الخلافات بداخلها حول قانون الانتخابات ليست مسألة بسيطة، وأظن إنه قانون الانتخابات السابق اللي خلى هدول الناس تحديدا يتحكموا بالمسار السياسي رح يمنعوا مرة أخرى إنهم يعملوا قانون نسبي من شأنه إنه يشيلهم لقلهم بالأول. فبالتالي الأرجح إنه كل القوى السياسية تجمع مرة أخرى على أن يظل القانون القديم هو نفسه مع بعض التغييرات الشكلية فيه، واللي بيحلم بالنسبية رح يضل يحلم.